عزيزي فيو تارنتين تن 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 تارنتين عيل ضاغط. عزيزي فيو لن ينتهي البؤس ابدا على هاي البرامج اللي قاعد تطلع للناس من النكات للترفيه لهذه العزيز 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 العزيز. تعال معود بشرفك تعال انقذنا ملكة الله. واحد صالخ له قصيده مال بس مال خشب حتى نضحك شويه ونغير جو وخلي العراقيين يضحكون والعراق يضحك. انا احبك لانه انت قريب من هموم المواطنين والمواطنين بالعراق طالعين ببدايه الشعوب اللي تشعر بالحزن والياس والقلق والتوتر. يعني انت ايش قال يا مواليد؟ انا 75 75 بس ما اخذك الشيب لان سالتك على مواليدك لان تجاعيد وجهك والشيب يعني ينطي صوره انه انت مواليد 40. اي مواليد 69. انت 69 إيه. يعني الواضح مشاهدينا الكرام الواضح يعني 39 مو 69 يعني هالقد ما اذيت الدنيا 69 يعني 50 سنه 51 سنه 51 52 اي بس مفلشت الدنيا يعني مع الاسف. ما يفيد عمرك خلص راح. انت ايش قد عمرك؟ 36. 36 سنة إن شاء الله عمرك طويل إن شاء الله. ولو ذا عمرك طويل بالعراق راح يخلص بالآهات والونين والمأساة والضيم. بالنسبة للسلبية اللي قاعد تنثرها بين الشعب العزيز أحكيك بصراحة هذول اللي التقيت بيهم حاليا عندهم مشاكل عائلية من وراك ما بقى بيهم أي أمل بالحياة. خلص طلقوا نسوانهم شردوا للصحراء. كمية البؤس اللي جاي بثها بين الناس. هو العراقي ما ظل بس عدد سنين عمره يفتخر بهن اجى العزيز سواهن تم وطلع. الشاب العراقي البائس الحزين يعوف البرامج اللي بالتلفزيون ينزل يتمشى بالشارع تجي البرامج تركض وراه تسوي عنده تسلخات بالامل. ليش العزيز بيه؟ وين تلحق تتزوج على هالوضع؟ ما وين بالبيت بس انت تشتغل لو اكو غيرك يشتغل؟ بس انا والله بس انت اي والله اي ما تلحق زي مويت اجى الشتاء بعد راح يوقف راح يوقف الشتاء وبعد نضلنا بالضيف. الاخ هسه قبل ما احكي وياه يعني هذه هي هاي الشغله هاي على ربع زين ادري ايش قد تحصل يوم اذا تبيع بربع اخذه بربع اخذ اخذه مرات هم ببلاش هذا ما عندهم بلاش ولا ماكو منه ما ينباع انا ذفن يا محترم شو تسوي؟ هن اصلا هم ما يمشي ضربه 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 استاذ ضربه ضربه لازم هيك ضربه يا با والله ده يقتل اي فسحه امل بداخل الانسان هذا راح عضو اللي بنهايه النفق قطع الواير مالته. العزيز شارد من روايات البؤساء وطاش بالعراق ده يفتر انزع العقال ودق بالمواطنين فهد مره. هذا تحريض على البؤس. الشاب العراقي البائس الحزين طالع على باب الله من الصبح قاعد يا الله ده يسترزق اجاه العزيز بالله يا شغله هسه يا شغله تفضل تفضل يلا يلا هن اصلا ما يمشن احرقن 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 اقول لك اسمع احمس روحك بسير مال خشب وتعال اعطيني بوسه تعال تعال قهرني بشرفي والله قهرني والله قهرني. شاب عراقي ايضا يعاني الفقر والبؤس ويدخن تلح بالسيجاره هواي ليش؟ اكيد هذا السمن اللي عندك مو من الاكل ولا من الراحه طبعا شيء اكيد ها شيء اكيد لان وزنك مو طبيعي لان لا لا حتى الاكل اللي تاكله انت ما مرتاح. اول انت بالاول وقعت اي ما شغلتك تعبانه انت شغلتك تعبانه يعني يمكن ما انت ما تعبر المتوسطه شكرا لك. ليش 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 هذا الطفل البرعم خطيه سته اكلت زهره شبابه بطلت خلص والله بطلت العزيز حبيبي العزيز انا وجهه نظري البسيطه والمتواضعه طلع وياك القبعات الزرق وين ما تشوفون واحد بالشارع عنده فسحه امل وبحبوحه العيش حاول تخليه ييأس من حياته من نجحت الخطه الشباب يجروا منه ذناته وتتبوسهم. عزيز بشرفك جاينا حضر كوفيد 20 عزيز عوف العالم بحاله بشرفك ما ناقصيك يا اخوي ما ناقصيك طبعًا انتم اصلا قبل طبعًا هذا الحظر انتم متعانون طبعا وفقر وبؤس وشغل ماكو طبعا زين كيف اذا اجى الحظر مره ثانيه بهذا وضعك وهذا الوضع العام البائس والتعبان وشغل ماكو يعني ليش انت هسه قررت تتزوج؟ ما نفكر بالزواج والله ما نفكر خلاص بطلنا ولا اي واحد متابعك راح يفكر يتزوج او يخلف او يتنفس اصلا. اقول لك الكليه راح اقصها واشويها واذبها البزازين. قال العزيز اكو مقبره نموذجيه طالعه بالجديد لك حصه بيها وتريد الناس تموت من الياس حتى شو الموضوع؟ شوف العزيز انت لازم تفتح مؤسسه الانسان الحزين وتعين بيها كريم منصور مدير المؤسسه هاي. كريم منصور تسمع نص ساعه يخابرك رقم الجواب يطلع لك واحد يطلبك فلوس ما تعرف شلون
هاي المؤسسة تقدم بها خدمات الإحباط العدمية. إن شاء الله إذا بقيت مراسل بعد سنة ونص العراقيين ينزلون من 40 مليون إلى 14 واحد. يمان ماكو أمل بأي شيء، فأنا راح أطلع فاصل وحط لي جرافيك من هذا اللي هيك يطلع وهاي، يعني إذا ظليت أحكي راح أحمس روحي بسير مال خشب. حط لي هذا الفاصل، حط لي فاصل، شوفكم بعد الفاصل.